بالصبايا مرة تانية لأنه وصلوا له شغلة كتير منيحة، بس بدي أقول لهم لازم تشتغلوا على حالكم لحتى تستمروا، مش مهم ننجح، مهم نستمر بالنجاح. قلنا قبل ما انت كتير بتحترميه وبتحبي شخصية عاصم. صحيح، اول شيء انا كتير مبسوطة انه رجعنا اجتمعنا، يعني اشتقنا لهيدي الجمعة متسابقين ذا فويس اللي فترة يمكن ما شفتهم. اشتقنا لهذا الجو، جمعتنا سوا، اشتقت له الاستاذ عاصم، يمكن التقينا كم مرة، لكن دايما بحس انه وجوده جنبي باي حفلة بيعطيني احساس بالثقة وبالامان اكثر. أهم شيء إنه أكون عند حسن ظن جمهوري وما أخيب ظنهم. إن شاء الله أستمر من بعد البرنامج هاي، يعني هذه بدايتي راح تكون، راح أستشير أصحاب الخبرة مثل الأستاذ عاصي، مثل الأستاذ كاظم الساهر. كثير من الجمهور العربي شاف ان انت ونايل بتأدوا الاغنيه باللغه الاجنبيه افضل من اللغه العربيه، هل بامكانك تعملوا ديو مع بعض؟ واذا حبيتوا تقدموا الديو، شو القصه او الستوري اللي حابين تقدموها سوا؟ اوكي، سو اتس ا جريت ايديا اكشلي، وغادي يكون عمل جيد الى كنا نقدروا نديروا ديو، يعني راح يكون كثير كثير حلو، يعني نعملنا شيء. الملك والفارس صاحب الألقاب العديدة، أيهما لقب تحبه؟ فارس، لأنه فارس هو لقب، مش لقب لأنه بغني، ولأنه موهبتي هي لأنه هوايتي، وأنا بالأصل بحب تربية الخيل وبمارس الهواية بركب خيل، فأخذت اللقب لأنه هذه هوايتي، مش لأنه أنا بغني. الجمهور العربي أخذ اللقب على الأغنية العربية، على أوكي كوني فارس بركب خيل أخذ، يعني مش هيك لأنه أنا بحب الخيل. عاصي، كنت الشهر الماضي عندك في المطعم بالليل وشفتك دخلت وقعدت، ويعني حسيت ان عاصي ترك نجميته على باب المطعم ودخل للاون بزنس. هل ده فعلا احساس مظبوط اللي انا حسيته واللي انا كتبته، ولا غير؟ انا نجوميتي بتركها لما بطلع من المسرح اذا بدك، يعني انا منه من النوع اللي بعيش نجوميتي بالشارع، وبالعكس أنا إنسان عادي وطبيعي جداً، وكتير بتعاطى مع النجومية ببساطة، لأنه إذا بدك تحمل النجومية على كتافك وتمشي فيها بالشارع بتعيش معقدة. أو الناس تقول آه ده محمد كريم ممثل عايز يغني، لا أنا سبتها خالص لحد ما الحمد لله ناس كتيرة جداً طلبت ده، خصوصاً على السوشيال ميديا زي ما أنت متابعة، فكنت سعيد بده جدا، واتمنى ان شاء الله في وقت زي ما قلت في وقت المناسب، زي ما بفاجئ الناس كتير باعمالي هفاجئهم بحاجه ان شاء الله. طب الاغنيه ديت انتوا ناويين تصوروها فيديو كليب ولا بس سينجل؟ مش هقول. شكلك بدات في الفيديو كليب يا بابا. مش هقول لك برضه، لا هتقول يعني سيب كل حاجه في وقتها، لسه بنحضر ولسه بجمع كل حاجه. والوقت أنا فهمت من الجواب ان في فيديو كليب. بجمع وبظبط كل حاجة وهنزل إن شاء الله في الوقت المناسب. سمعتك من شوية بتغني، بصراحة أول مرة أسمع صوتك أنا، يعني أنا بتابع أعمالك الإخراجية، ممكن تغني لنا حتة بقى البيت؟ أوه ماي جاد. لا أنا مش مطرب، بس كتير صوتك حلو، أنا حابة أسمع بيتك. اسمحي لي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا سيدتي سيدتي إلي.